السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرس صالح الحاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا. اليوم نكمل دروسنا عن الريدنج سيكشن في منهاج الـ SAT الدبلومة الأمريكية. اليوم سوف نقوم بدراسة الـ Historical Passages النصوص التاريخية. في الدرس الأول قمنا بدراسة النوفل باسج الأوتلاين، ومن ثم انتقلنا إلى دراسة الساينتفك باسج النصوص العلمية، ووضعنا أوتلاين ومخطط لها بشكل مفصل أو بخضوع خطوط عريضة. اليوم سوف نقوم بدراسة الهيستوريكال باسج النصوص التاريخية. سوف نضع مخطط أوتلاين ومن ثم نقوم بدراسة الدروس على حدة وبشكل مفصل أكثر وبشكل أدق أكثر إن شاء الله. وسوف نقوم بحل التمارين، وسوف تنتظرون مفاجآت أكثر إن شاء الله فيما يخص دروسي على الأونلاين، فيما يخص منهاج الـ SAT، بحيث الطالب يستطيع أن يحصل علامات أكثر، وأتعب ليل نهار لكي أحصل لكم المعلومة. ولا تنسونا من الدعاء يا رب. ننتقل إلى الهيستوريكال باسجز، الأوتلاين للهيستوريكال باسجز النصوص التاريخية في الريدنج سيكشن في منهاج الـ SAT. البلوك، ننتقل إلى النمبر 1 البلوك. كما ذكرنا سابقا، البلوك ذكرناها عدة مرات، فهي في النوفل باسج أو الساينتفك باسج. أما الهيستوريكال باسج فهي مختلفة جدا. is so important، فهي مهمة جدا، فهي مهمة جدا أعزائي الطلاب في الهيستوريكال باسج. why it is important، لماذا هي مهمة؟ number one theme، تقدم لنا الموضوع in general topic of the passage، تقدم لنا موضوع النص التاريخي بشكل عام، ومن ثم تقدم لنا the reason for the passage، السبب الذي كتب من أجله هذا النص في البلاغ. البلاغ مهمة جدا 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 في الهيستوريكال باسج. إذن تقدم لنا the theme، the reason for the passage، السبب لماذا كتب النص. time of the passage، تواريخ أو النص في أي عام كتب، لأن العوام أو التواريخ الأمريكية مهمة جدا، وسوف نقوم بدراستها بشكل مفصل من عام إلى عام، فهو فيه ميزات وفيه نتائج وفيه آثار معينة. The historical events during that period، الأحداث التاريخية في تلك الفترة كلها تذكر أحيانا في البلاغ. البلاغ في historical passages يجب على الطالب التركيز عليها. كما نلاحظ هنا في البلرب، هنا في هذا النص، هنا تقدمت لنا theme of the passage و time of the passage هنا في النص. ننتقل بعدها إلى الانترودكشن. الانترودكشن تقدم لنا المقدمة، هنا الانترودكشن تقدم لنا introduce the theme، تقدم لنا the theme الموضوع الذي هو يقدم لنا، الذي holds the main idea، الذي يوجد فيه الفكرة الرئيسية في النص، فهو هنا ال introduction تقدم لنا the theme and the main idea، الفكرة الرئيسية في النص. إذا the theme هو الموضوع أو الفكرة الرئيسية، التي الموضوع الذي يوجد فيه الفكرة الرئيسية. إذا نقرأ الباب بشكل مفصل، ومن ثم ال introduction، ومن ثم ننتقل إلى number 3 النقطة الثالثة. first sentence from period to period of every paragraph، كما ذكرنا سابقا ننتقل إلى دراسة الجملة الأولى من كل paragraph، مع عدا ال introduction conclusion. ننتقل إلى كل نقطة، لماذا نقرأ الجملة الأولى فقط؟ أنت في الامتحان لا تحتاج إلى فهم النص بشكل كامل، فأنا نحتاج فقط دراسة النص من أجل الحصول على علامة كاملة في الأسئلة الأخيرة في منهاج الـ SAT. إذن first sentence from period to period of every paragraph، نقرأ الجملة الأولى، وهي كما ذكرنا سابقا
how the author changes كيف المؤلف أو الكاتب هنا مثلا النص من هنا النص اللي الباراجراف الذي يليه لحتى النقطة الباراجراف هنا للنقطة الباراجراف هنا الجملة الأولى فقط للنقطة why because how the author changes كيف المؤلف يغير time الزمان place المكان وكاركتر الشخصية أحيانا يعني في يصير لدينا تغيير في الأحداث الزمنية في التاريخ الزمني للهيستوريكال باسج أحيانا يغيرون البليس المكان مثلا في مكان ما الباراجراف الذي يليه في مكان ثاني ومن ثم أحيانا يذكر لدينا كاركتر شخصيات أخرى أو شخصيات تاريخية ثانية في الجملة الأولى من كل باراجراف إلى نمبر 4 Find if the passage got a controversy إذا النص لديه disagreement عدم الموافقة أو long disagreement أو عدم الموافقة controversy أعزائي هو بمعنى موضوع استمر لوقت طويل وفيه نقاشات جدل أو اختلاف أو تناقض أو عدم الاتفاق على نقطة معينة كيف لي أن أجد هذا الاختلاف أو التناقض في النصوص التاريخية فهو في يوجد لدينا كلمات مفتاحية لهذا التناقض عندما تلاحظ أو تجد هذه الكلمات فهو مخالف للنقطة التي ذكرت سابقا أو النقطة التاريخية A Find if you encounter a different claim contrary to that of the author نلاحظ إذا تواجه نقطة مناقضة أو مخالفة للنقطة التي ذكرت في المقاطع السابقة مخالفة لفكرة الفكرة التاريخية للمؤلف أو الكاتب كيف لي أن أجد هذه التناقضات أو الاختلافات في المنهاج أو في النص التاريخي هنا لدينا كلمات controversy a controversy is indicated by يشار إليها بأحد الكلمات التالية عندما تلاحظ أحد هذه الكلمات فهو مناقض أو بمعنى a controversy في يوجد لدينا تناقض أو جدال في الفكرة السابقة مثلا يوجد لدينا على سبيل المثال كلمة claim opinion أحد هذه الكلمات وليس idea مثلا different claim different opinion different idea challenge dispute counter claim إذا كلها هذه عندما تلاحظ هذه الكلمات فهو يوجد لدينا تناقض للنص التاريخي وهنا يجب على الطالب أن عند قراءة الجملة الأولى أو عندما يلاحظ هذه الكلمات فهو مناقض أو مخالف للفكرة التاريخية لأنها يوجد لدينا عندما أنت تجد الاختلاف بين الفكرة التاريخية الأولى والفكرة التاريخية الثانية فهذا يعتمد يساعدنا على حل الأسئلة فبعضها يعتمد على الفكرة الأولى وبعضها يعتمد على الفكرة الثانية لذلك يجب إذا يوجد لدينا controversy يوجد لدينا تناقضات أو اختلافات وهذه الكلمات المفتاحية فقط عندما تشاهدها أو تلاحظها في النصوص التاريخية فهي تؤكد لنا بأنه يوجد اختلاف أو تناقض للنقطة التاريخية السابقة Number 5 Dates and Events التواريخ والأحداث في النصوص التاريخية على نفس التسمية تاريخ فهو يؤدي للتواريخ إذا dates التواريخ and events pay attention يجب التركيز على الطلاب على dates and events على التواريخ والأحداث فهي مثلا dates or events the sequences فنتائجها يجب على الطالب إذا كان لدينا تاريخ أو أحداث ونتائجها فهي مفيدة في حل النصوص يعني عندما لدينا تاريخ ونتائجه أو آثاره على المجتمع أو ما هي آثاره أو تناقضاته للمجتمع أو ما هي آثاره السلبية أو آثاره الإيجابية على المجتمع فهو مهم يجب على التركيز على التواريخ
التركيز American Historical Figures على الرموز التاريخية الأمريكية، فلدينا رموز تاريخية ضخمة سوف أقوم بكتابتها لكم إن شاء الله في الدروس القادمة، وما هي مميزاتها. And their figures، هنا يجب التركيز على النصوص التاريخية، الرموز التاريخية الأمريكية. Names of American Presidents and their traits، أسماء الرؤساء الأمريكيين وميزاتهم. يعني تريتس أعزائي الطلاب فهي الصفات الشخصية، إن كانت سلبية أو إيجابية، إن كانت سلبية أو لا. تريتس هي بمعنى صفات الشخص، إن كانت سلبية أو إيجابية. إذن كل رئيس أمريكي له سلبياته وله إيجابياته في فترته الزمنية ما هي، سوف أقوم بكتابتها لكم في الدروس السابقة. ما هذا الرئيس الأمريكي، ميزاته وسيئاته، طبعا أثاره أحيانا على المجتمع الأمريكي وليس على العالم، أحيانا على العالم. سوف نقوم إن شاء الله في الدروس القادمة، سوف أقوم بكتابة رؤوس أقلام لكل رئيس أمريكي، ما هي ميزاته إن كان bad or good qualities. يجب التركيز على الرؤساء الأمريكيين كما ذكرنا سابقا. 7 conclusion أعزائي الطلاب الخاتمة، فهي النص الأخير من النصوص. لماذا نركز على conclusion في النصوص التاريخية؟ لأنها تقدم المين idea، أحيانا تذكر المين idea to the historical passage، الفكرة الرئيسية، and tone of the passage، ونغمة النص. conclusion تقدم لنا المين idea، tone of the passage، كما ذكرت في النوفل باسيج، في الساينتفك باسيج، والهيستوريكال باسيج. يجب التركيز على the tone of the passage، على نغمة النص. لماذا نركز على نغمة النص إن كانت positive or negative؟ أحيانا tone of the passage، نغمة النص لا يشار إليها بشكل صريح، لكن بعض الكلمات هي تدل إن كانت positive or negative. أحيانا يذكر في أحد النصوص يوجد كلمة لدينا dark، ماذا تعني لدينا دارك؟ الظلام، هل هي positive or negative؟ هنا الدارك الظلام، أو يعني تشير إلى البلاك، إلى السواد، والسواد يشير إلى التراجيدي، إلى الحزن، إلى الساد، لذلك فهي negative. إذا أحيانا كلمات ضمنية تشير إلى the tone of the best، لا يشار أحيانا إليها بشكل صريح. سوف نقوم بذلك في حل التمارين، وسوف تلاحظون سهولة النصوص القراءة في منهاج الـ SAT إن شاء الله. تابع خطوة بخطوة، وتابع الفيديوهات تبعي من الأول إلى الأخير، وطبق وكرر، ثم أخطأ مرة مرتين ثلاث لكي يتعلم. هذا فيما يخص الـ Historical Passage. قبل أن ننهي، لا تنسوا إذا كان لديك وقت أن تقرأ read the information or sentences after the coming words, but, however, again, why, because، كما ذكرنا سأل نقرأ الجمل قبلها وما بعدها، لم أكتبها هنا لأنها ذكرت في النصوص، في النص الساينتفك والنوفل، لم أذكرها هنا أعزائي الطلاب لأنها نفس الفكرة. إذا كان لديك وقت اقرأ الجمل قبلها وما بعدها، لأنها تفيد السبورت والأديشنال انفورميشن، كوز أند أفكت. هذا فيما يخص أوتلاين للهيستوريكال باسيجز. وأكرر مرة ثانية، يجب التركيز على البلرب في هنا النقطة الرئيسية في الهيستوريكال باسيج، البلرب يجب التركيز عليها قبل أن تبدأ في قراءة النص. صار لدينا فكرة كيف قراءة النصوص العلمية، التاريخية والروائية. إذا أعجبكم الفيديو أعزائي الطلاب، لا تنسونا من صالح دعائكم، ومن الاشتراك، ومن اللايك والإعجاب، ومن التعليقات. وأكرر، إذا كان لديكم أي استفسار، أو إذا كان لديكم أي شيء، يمكن مراسلتي على قناتي على اليوتيوب تيتشر صالح عيسى، أو على رقم الهاتف الموجود هنا، وأنا سوف أجيب إن شاء الله على كافة الأسئلة فيما يتعلق في منهاج الـ SAT.
لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.